السلام عليكم. في الفيديو ده هنستعرض مع بعض كتاب الفيجوال نود في ال HTML وال CSS، وازاي ممكن نستخدمه ان احنا نبني بيه صفحة او عدة صفحات من الانترنت بطريقة سلسة. اول حاجة، الكتاب مكون من جزئين، جزء ال HTML وجزء ال CSS. جزء ال HTML هو عبارة عن لغة ال HTML مقسمة الى دروس، كل درس فيه مجموعة من الاكواد متجمعة بطريقة تسهل علينا استخدامها بسرعة، نقدر نرجع لها بسرعة بدون ما نقعد نتذكر او نفتكر. هي مجرد مفكرة اكواد. هنا هنختار الدوك تايب. الدوك تايب لو احنا شغالين على HTML5 هنختار الدوك تايب الاولاني وهندوس كوبي وبيست. بعد كده عايزين نعمل صفحة HTML، هناخد الاكواد بتاعة ال HTML اللي زي كده كوبي وبيست برضو. طيب هنا اللانجوج انجلش، لو احنا عايزين نغيرها نخليها عربي مثلا او فرنساوي. بنجيبها منين؟ بنجيبها من حاجة اسمها الايزو بتاع اللانجوج. الايزو ده اللي هو محدد فيه كل الاكواد بتاعه اللانجوج، هي موجوده على الانترنت. انا جايبها هنا برضو في الكتاب، لو انت عايز تلاقي الحاجات دي في الكتاب هتلاقيها في منطقه اسمها الريفرنس اريا. تمام. بعد كده اول ما اخش الريفرنس اريا هجيبها من كونتري لانجوج، لو دوست هنا هنلاقي كونتري لانجوج العربي مثلا، لو احنا عايزينها عربي هيبقى اي ار، ونحطها هنا كوبي وبيست. طب افرض انا مش عايز ادور، هدوس كنترول اف اللي هو السيرش العادي واكتب مثلا عربي، هيجيبها. هكتب مثلا فرنش، هيجيب لنا فرنساوي. نفس الكلام ناخد اللغة الفرنسية ونحطها هنا كده. نرجع بعد ما نخلص الريفرنس نرجع تاني لل HTML بخطوة واحدة، بنلاقي نفسنا عند ال HTML تاني، نبدأ نكمل تاني الشغل. الهيد عايز أعمل الهيد بتاع الصفحة، بدوس كوبي وبيست. بعد الهيد هختار عنوان التايتل، او نسمي اي تايتل. عايزين نبدا نحدد الميتا داتا. الميتا داتا هي الداتا اللي بيقراها البراوزر ومحركات البحث، واللي بتتحط في منطقه الهيد، واللي بنحدد بيها البيانات بتاعت الصفحه. لو احنا مثلا عايزين نحدد الشار سيت، عايزين مثلا نخليه ايا كان نوعه، واشهرهم اليو تي اف 8، بناخد الكود ده كوبي ونيجي هنا بيست. تاني حاجة، لو احنا عايزين نحدد الداتا اللي بتاعت الصفحة من الميتا، ناخد الكود ده مثلا، بنحدد منه بقى أي حاجة احنا عايزينها. الديسكريبشن، لو انا عايز مثلا احدد من الديسكريبشن فيه مثلا هتلاقي ايه، جنريتور، لانجوج، الاوذر. انا عايز احدد الاوذر بتاع الصفحة، باخد ده كوبي بيست واكتب اسمك، او تكتب اسم الاوذر بتاعك، وهكذا. كده احنا خلصنا الميتا داتا. عايزين نبدأ نربط الصفحة بصفحة سي اس اس تانية او بمكتبة اكواد تانية. هنيجي هنا اللينك والهايبر لينك، لو دوسنا عليها هتلاقي ده كود اللينك. اللينك ده بنستخدمه عشان نربط بيه صفحة ستايل شيت او صفحة جافا، وندوس بيست نكبر كده عشان نشوف الصفحة. هنا اللينك، الريليشن ستايل شيت، التايب سي اس اس، الاتش ار اي اف، ده امتداد الصفحة بتاعتنا. هنغيرها ونخليها اسم الصفحة اللي احنا عايزين نربط بيها الصفحة، اللي انا مسميها مثلا عامل سايت شيت اسمه فيجوال، هنستخدم اللي هو ده وهنكمل. لو انت عايز تربط جافا نفس الكلام، اللينك تاخد اللينك ده بتاع الجافا تبدأ تحطه هنا. لو انت عايز تضيف كود كواد جوه الصفحة مش هتربطها بالصفحة الخارجية، بنبدأ نعملها كود اسمه ستايل، كود اسمه ستايل او كود اسمه سكريبت. هتلاقيه اللينك اللي بعديه اد ستايل او اد سكريبت. لو انا عايز اضيف ستايل من هنا واضيف الكود ده وابدا احط الستايل اللي انا عايزه بلغه السي اس اس. هنا لو انا عايز اضيف سكريبت بلغه الجافا هاخد الكود ده وهحطه بلغه، احط منه كود الجافا، وبكده الهيد بتاعنا هيكون انتهى. لو انت عايز تضيف بي اتش بي نفس الكلام، لغه بي اتش بي هيبقى بنفس الطريقه دي كده بين الكود دي. طيب انا كده الهيد بتاعي انتهى. عايزين نضيف نعمل كومنت سريع، هي دي اهم حاجه هنضطر تلجأ لها كتير جدا، اللي هي كومنتنج. عايز اعمل كومنت اقول ان الهيد فيه ده خلص. تمام. فانا هقول end of head. تمام. ونبدا الجزء بتاع البادي. البادي انا اخد الكود بتاع البادي كوبي، نيجي هنا بيست. نبدأ نقسم الصفحة. الصفحة أي صفحة عامة، أغلب الصفحات بتبقى مقسمة لثلاث أقسام، هيد والبودي بتاع الكونتنت بتاع البيج،
ولو في سايد بار او حاجه وفي الفوتر. فاحنا لو دخلنا هنا على الديف، لو الديف هنقسم الصفحه، يبقى احنا هنحتاج ديف هيدر زي ده كده، ناخده كوبي بيست، وهنعوز ديف للكونتنت زي ده كده كوبي بيست، وهنعوز ديف للفوتر كوبي بيست، وهنعوز ديف للسايد بار لو في سايد بار على الاقل واحد او اتنين كوبي بيست. بسرعه بنعمل كومنتاتنا عشان يبقى كل حاجه واضحه قدامنا. هات اند اوف ده كده، اند اوف فوتر، اند اوف سايد بار، اند اوف كونتنت اريا، واند اوف هيدر. منطقة الهيد انا عاوز نعمل فيها ايه؟ انا عاوز نعمل فيها لوجو، عايزين نعمل فيها اسم الانفو ومعلومات عن الصفحة، عاوز نعمل فيها الناف بار او القائمة القائمة اللي هنتنقل بينها بين الصفحات. هندوس تاني على الديف، عايزين نعمل هنا في الهيدر اللوجو، نعمل ديف للوجو، وهنعوز نعمل ديف للناف بار، وهنعوز نعمل ديف للتوب انفو معلومات يعني برضه. وبسرعة نعمل كومنتات على كل حاجة عشان ما نتلخبطش. ماشي، end of logo، end of top info، end of navbar.